ايه ده؟ برتقالي لسه نايم؟ ده كلهم نايمين، شكل موفي وبامبي واخضر وبرتقالي نايمين، انا اول واحده اصحى. هي اما اروح بقى اغسل وشي. الله انا سعيده قوي النهارده، انا النهارده عايزه اساعد ماما وانا عشان ماما تبقى مبسوطه. يا رب يا رب بس ماما تبقى مبسوطه. احلى حاجه في الدنيا ان انت يعني كده تبقى ايه، قاعد مبسوط ومامتك مبسوطه منك. ايه اللي انا بقوله ده؟ استغفر الله العظيم. يلا انا خلصت، اما اروح اعمل بقى افطار بسرعه قبل ما يصحوا. بس افطر ايه؟ انا عايزه اكل الكيكه بتاعت امبارح. ماليش دعوه، ماشي خلاص، فرصه بقى نايمين لحسن برتقاني يقعد يقول لي لا دي الكيكه بتاعتي ومش عارف ايه، فهقعد اكلها. احلى حاجه اني كل يوم بصحى قبل برتقاني، جميله جدا جدا. انا بقى هروح واقعد شويه على التليفون، او لا انا هروح اذاكر. يا ترى ماما صحيت ولا لسه؟ انا هروح اشوف. صحيح دي قالت لي صحيني الساعه 7، الساعه كام؟ انا هروح اشوف. ايه ده يا رب، ايه ده يا باي؟ الساعه 7، كنت عايزه انام تاني، بس قصدي كنت عايزه اذاكر من غير دوشه. اكيد اول ما تصحى هم كلهم هيصحوا. ماما ماما ماما. نعم يا اصفر، عايزه ايه يا ماما؟ يلا اصحي، مش انت قلت لي اصحيكي الساعه 7؟ هي الساعه 7؟ اه الساعه 7. ماشي انا هروح احضر الفطار واعمل لك فطار كيكه اللي كنت عايزاها وانضف البيت. لا يا ماما، ما انا روقت البيت وكمان اكلت الكيكه. ماشي انا صاحي بابوكي. ازرق ازرق ازرق. نعم نعم يا احمر، في ايه؟ عايزه ايه؟ يلا اصحى بقى عشان تروح على الشغل. ماشي يلا مع السلامه، انا كنت جاهز اصلا. مع السلامه يا بابا. مع السلامه يا اصفر. ماما اصحي اخواتي؟ ايوه يلا روحي صحي اخواتك، وشكرا ان انت ساعدتيني. من الحق احنا راجبنا التلفزيون. هي واخيرا هتركبوه امتى؟ هنركبه دلوقتي. الله دي احلى حاجه سمعتها في الكون، بجد مش مصدقه نفسي. صدقي يا حبيبتي صدقي، ادينا ركبناه اهو يا ستي زي ما انت كنت عايزه. الله الله انا هروح اشوفه. احلى حاجه والله، ما كانش عندنا بس غير بلاي ستيشن. اه عندك حق. الله عجبال، الله الله بجد روعه، بيجيب كل المحطات. ماما ممكن اسالك سؤال؟ نعم. هو مين اجمل يعني لون بتحبيه وكده؟ انا بحبكم كلكم وبحب كل الالوان عشان انتوا كل الالوان يعني. بس على فكره انا بحبك انت اكتر واحده. اشمعنى يا ماما؟ يعني قصدي بحب لونك يعني، لكن بحبكم كلكم قد بعض. اشمعنى لون يا ماما؟ عشان انت لونك زي البشر، في بشر شعرهم لونه اصفر عادي، فانت شبه البشر. بجد؟ ايوه شبه البشر يعني كلنا، مفيش بشر شعره لونه احمر، مفيش بشر شعره لونه ازرق ولا اصفر قصدي ولا برتقالي، بس في شعرهم برتقالي يعني. اه بس مش بس نادر يعني. ومفيش حد شعره اخضر او بامبا او بنفسجي او موفي يعني. اه ماشي. ماما ممكن اسالك سؤال؟ نعم. ماما هو احنا ليه حاطين قوس قزح هنا؟ احنا حاطين قوس قزح هنا اهوت علشان عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا. ايه يا ماما؟ احنا عيله قوس قزح. ما هو انا ملاحظه هو يعني احنا في كوكب تاني غير البشر؟ لا احنا في كوكب عادي البشر، بس احنا يعني عاملين زي قوس قزح، هو ربنا خلقنا كده يعني. انا مش صبغه شعري حتى. بجد يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي بجد. عشان كده احنا حاطين بقى كل حاجه في قوس قزح في بيتنا عشان لازم تبقى شبهنا. ماشي يا ماما شكرا ليكي، انا راح اصحي اخواتي عشان زمان الساعه بقت 7:30. هي فعلا بقت 7:30، انا رايحه بقى اصحي. برتقالي 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 برتقالي. نعم عايزه ايه؟ عايزه ايه مني يا اصفر؟ يلا ما بتقول لك اصحى. ليه الساعه كام؟ الساعه دلوقتي 7:30.
يوه هو انا مش اتفقت معاكي تصحيني الساعه 7؟ طب اعمل ايه؟ ماما كانت بتكلمني. ماشي ماشي، روحي يلا حضري لي الفطار. لا مش هحضر لك حاجه، انا مالي، وتحضري لنفسك. ان شاء الله. يلا حضري لي، انا هاخد شاور كده اخر. اعوذ بالله بجد، بنفسجي، موفي موفي بامبي، موفي بامبي، بينك بيربل. يلا اصحوا، انا دهيت لكم كل الطرق. نعم 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 نعم. والله العظيم صوتكم شبه بعض، مش عشان انتوا توأم، لا عشان بجد صوتكم شبه بعض، مش عارف ازاي. ايوه ايوه خلاص اسكتوا بقى، مصحي اخضر 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 اخضر، هقف لك على الكومودين اهو، وقفت على الكومودين. اخضر 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 اصحى. نعم يلا يا اخضر اصحى عشان الساعه 7:30. انا هحضر الفطار لوحدي. ماشي، انت هتحضر الفطار النهارده لوحدك يا اخضر؟ انا نسيت، انا صغير لوحي ماما اللي لها هتحضري لي الفطار. حاضر هقول لماما تحضر لك الفطار. بامبي. نعم صباحي على اخضر. حاضر. صباح الخير يا اخضر. نعم بقول لك صباح الخير. انا حتى اقول لي صباح الخير خالص. لا يا اخضر لازم تقول لها صباح الخير. قول لها صباح الخير يا بامبي. لا هم انا بقول بامبي انا احب لهم رتب السرير بتاعي. لا رتب سريرك بنفسك، انت كبير. يلا انا صغير. لا مش انت دلوقتي كنت بتقول انك كبير وهتعمل فطار؟ يلا يلا رتب سريرك. انا والله هروح اقول لماما انت زعقيني. ماشي روح قول لها، وانا هقول لها انك مش عايز ترتب سريرك. ماما ماما. نعم نعم نعم. في ايه اخضر؟ اختي هزعق لي. بتزعق لك ليه؟ عشان انت رتب لي السرير خالص. طب وانت ليه ما ترتبوش بنفسك يا اخضر؟ مش انت كبير؟ انا صغير. ماشي يا اخضر، احنا جبنا تلفزيون. انا اعمل بنجلين اموف ده. عايز تلعب بلاي ستيشن؟ مو بي بي ده موف. انهي عايز تلعب بده؟ طب استنى ندهلك برتقالي يجي يلعب معاك. برتقالي برتقالي. يوه نعم بقى نعم بقى نعم يا ماما. يلا تعالى العب مع اخوك. العب مع ايه؟ العب مع بلاي ستيشن. اهلا يا اخضر. العب معايا بنتينا هنا، انا خايف العب لوحدي. اسمها بلاي ستيشن مش بلاي ستيشن. انت قلت ايه؟ بلستيتن. بلستيتن. ماشي ماشي هفتحه لك اهو. اهو انا فتحته، يلا نلعب. يلا هتلعب معايا؟ ماشي يلا. يلا يا ولاد تحبوا تفطر ايه اخضر؟ انا احب اكل شوكليم. لا مفيش جيلكولا النهارده، بس اكل شوكولولا. لا بص انا هجيب لك بقى لسه نونو قال حاجه. طب بص انا هجيب لك ايس كريم. انا لسه نونو قال الشوكليم. لا ما عندي الشوكليم. ماشي هجيب لك. انت عايز ايه يا برتقالي؟ انا هاخد انا كمان ايس كريم. ماشي هروح اجيب لكم ايس كريم. شوكليم بيه على اولا. اما نروح نوديهم له بقى. اخضر اخضر. نعم خد الايس كريم اللي انت كنت عايزه. انا افضل شكلا. خد خد اهوت يا برتقالي. افتحه لك يا اخضر. لازم امسك الشوكليم اهو. انت مسكته. شكرا جدا يا ماما على الايس كريم الجميل دوت، هو جميل جدا. اكل النونو. نونو؟ اه ماشي يلا اكل. كل اكلت كله كله. بقيت بحت خالص يا ماما. شاطر يا عسل. يلا كل. انا كمان هاكله، جميل جدا. هو كان جميل يا اخضر. وانت كمان جميل قوي. يلا نكمل لعب. يلا.